لم يتمكن النظام السابق من تخفيف الآلام والأحزان التي خلفتها مجزرة حرب تحرير الكويت في قلوب الملايين من العراقيين، وخاصة العسكريين منهم الذين أحسوا بالمذلة والإهانة وهم يرون الجثث المحترقة لمئات من رفاقهم الضباط والجنود وأشلاء آلاف المعدات العسكرية المبعثرة على جانبي طريق العودة من الكويت إلى العراق. ومعروف أن مشاهد تلك المجزرة كانت هي الشرارة التي أشعلت انتفاضة آذار 1991 لتضاف مآس جديدة إلى مآسي حرب الكويت، كلفت الشعب العراقي ثمنا باهظا، دما وخراب بيوت. ورغم كل ذلك الجحيم الذي أدخل فيه ذلك الحاكم العنيد وطنه وشعبه، فهو لم يعتذر عن تلك الخطيئة التي وصفها نائبه بعد زمن بأنها خطيئة كبرى وعمل لا أخلاقي. فأقول لهم جميعا ولسمو الشيخ صباح أمير الكويت بشكل خاص، لقد أعلننا بجد وبشجاعة ومبدئية عالية بعد استلامنا لمسؤولية الحزب الأولى بعد غزو العراق واحتلاله، أعلننا إدانتنا لاحتلال الكويت، وقلنا ونقول اليوم أن احتلال الكويت يمثل خطأ مبدئيا واستراتيجيا وأخلاقيا، كما اعتذر قبله الرئيس الراحل مثلا جمال عبد الناصر الذي خرج على الأمة بشجاعة ورجولة ليتحمل كامل المسؤولية عن النكسة وليعلن تنحيه عن كل منصب حكومي وعودته إلى صفوف الجماهير. فهبت الملايين تسامحه وتناشده العودة عن التنحي ومواصلة النضال حتى يتحقق النصر من جديد. وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر.